مرحبا شباب الريبلز، معكم بيتي مونكوك. اليوم جاي فيديو جديد من كلاش رويال مال ريبلز. ان شاء الله طمنا عنكم. اليوم الفيديو تبعنا مهداه الى احد شباب الريبلز، ويس الشلفودي. حكى لنا على البث المباشر هيمو حابب انه اشوف هاي التشكيله عم تلعب فيها، تشكيله الرويال ريكروتس مع الرويال هوجز. قلت له انه اسامه الملقب ب 3 مسكتيرز، ماشي يقطع هيك لقب، بلعب فيها من زمان، يعني هو احسن مني باللعب فيها بكثير، هو اصلا يعني افضل لاعب بالعالم بهي التشكيله. حلو، مصر فيها ثاني على العالم. فحكى لي انه بعرف بس اسامه ما بيشرح وانت بتشرح وهو يعني بيستفيد من شرحي. فانا صراحه هون يعني تعجبت انه في ناس فعليا يعني تستفيد من شرحي، عشان هيك رح نلعب هاي التشكيله قدامكم. ولكن رح اشيل منها ناروتو، حط بداله الفاير بول. قبل ما يجي ناروتو كانت هيك شكل التشكيله، وهي التشكيله في لاعبين توب باللادر مختمين فيها، فرح نلعب فيها قدامكم باللادر خمس ايام على السريع. قبل ما نبلش ما تنسوا تعملوا لايك، تجوا على القناه تعمل سبسكرايب، حاب تدعمني على كل العاب سوبر سيل، تنزل هون على المتجر بتدخل هيمو، بعدين بتشتري اي عرض عشان يجيني منه مصاري، اوكي؟ فترة الجيم الاول. المباراة الأولى من ريبلز، طبعا الكوس نوعا ما بهذا الحساب بيض، لأنه صاحب الحساب عم بختم كل الباجات، مضيع له كم باجة، فعم بيلعب بشكلات كثير غبية، فأنا قلت خلينا ألعب الفيديو، أسوي فيديو، أصور فيديو بهذا الحساب، لأنه بدي أسولف معكم، فبالتالي رح تكون مباراة نوعا ما سهلة، وأعرف أنه أشرح فيها قدامكم، أوكي؟ طبعا تشكيل قدامكم بتعرف تلعب فيها رويال كروس رويال هوك، ولكن هاي فاير بول بيت. ليش فاير بول بيت؟ لأنه فيها رويال هوكس، فيها زابيز، فيها فلاينج ماشين، كل واحد منهم بدها فاير بول، فبالتالي اذا خصمك ما كان في معاه يعني انسرز منيحه لهم راح تجيب فيه العيد. ما راح اعمل شيء هنا، انه هو لعب 4 8 9 10 11 اكسير، انا لعبت بس لعب مليون اكسير، لانه كمان لعب مني بقى. هسه راح اهجم، حلو؟ لانه افضليه اكسير اللي عنه ساحقه، راح استنى بس ماتت وجهز اي شيء ممكن يضربه. ناروتو بالتشكيله هاي كثير نايس، اوكي؟ جدا نايس. ولكن للناس اللي ما معهم ناروتو شو تعمل؟ فاير بول، يعني هي اصلا التشكيله فيها فاير بول. راح العب الجوبلين كيج لانه راح يقتل الهاي وروح على هداك. وهنا راح اضرب وصيد الاثنين، اوكي؟ نايس. اتوقع لو العب بربيرن بريل ما معه اكسير. مستغرب انه ما عايزه، بس ما راح يقدر يصده هذاك، اوكي؟ راح نضرب ضربتين على الايزي، وهون نلعب هون، اوكي مش متاخرات، لعبناهم على الوقت بالضبط. تشكيله الخصم ما حدا بيلعب فيها. تخبيص، اوكي. هذول بالنص معلم، نرفعهم شويه ومنبعدهم عن بعض، ليش؟ لتركي صار يضرب فيه ولا ضرب اخذ. اذا بتخليهم كلهم قراب عنه كلهم راح يضربوا نفس الوقت، فبالتالي راح تخسر اللي صار هسه انه تن تن تن، هن راح يصير يعملوا ترن كلهم مع بعض. حلو، لعب الدفاع الوحيد له قدام الرويال هوز، صح؟ في معاه فالكري وفي معاه ماجيك ارشر، راح العب فلانج ماشين، بعدين راح العب هون الرويال هوز ونجهز الفاير بول مش للفالكري للماجيك ارشر، اوكي؟ وات ذا فاك از ذات؟ اوكي غدرنا. هاي بعدها عايشه، استمر، انا اضلها عايشه. اذا في بطاقه بتضايقه خليك حاول يعني استغلها باحسن احسن السبل، افضل الطرق. لعب معلق تسلا عشان يصدها، طلع الويمكن، طلع الدفاع البيلدينج عن الرويال هوكس بباله، راح العبون عليها فلاينج ماشين، بعدين العبون مين؟ الرويال هوكس. في معاه ميني بيكا واللايتنينج، صراحه فادو، صراحه فادو اللايتنينج. اجوك عشر ما راح يفيده، برضه صار 500 تقريبا، راح العب هون زابز سبليت من ورا، صحيح بناء هاي التشكيلة بدك تبني زابز من ورا، مش تبني الرويال كروس من ورا، بدك تحذر اخونا في الله، اوكي؟ لانه اذا بتلعب رويال كروس من ورا وضغطك بدك تلعب مثلا زابز نص، صح؟ طب انت هيك خربت الهجمة تبعتك، لانه لازم تكون الرويال كروس قبل الزابز او قدامهم يعني. فاول جيم كثير ايزي، كوس بيض عينه، بس اللي شفته الفيديو الماضي ما مستواي جدا متراجع، لاني ما عم بلعب جراندات وعم بلعب بالكومفورت كومفورت زون اللي هي منطقة الراحة، بعرف انه اسمها كومفورت زون. فيا ما بتحدى حالي، ما عم بحاول انه اضغط حالي برفع الكؤوس واواجه الناس اللعيبة. بالمستوى اللي انا فيه اللعب نص نص، اردكس يعني، ما هذول الشباب البيضاء شو لعبوا؟ بمزح، اوكي؟ فلعبي متراجع كثير، ولكن ان شاء الله اذا كان في جلد انا للامانه مرخي لعب، بس شوفوا في بطاقتين جد نازله على اللعبه، حلو؟ ف
فان شاء الله بس ينزل البطاقات. انا ما صورت عنهم بطاقات فيديو لان ممنوع لحد هسه. بطاقات كثير اسطوريه حكينا فيها على البث المباشر، ما بقدر احكي اكثر من هيك ام سوري. بس ينزلوا راح تكون في اشياء جديده وحركات بركات. اوكي فيا خلينا نكمل اللعب ماشي. يا مسوسه سواي جدا سيء. راح العب جوبلين كيج هنا وما راح اخلي الميني بيكا يضرب لي اياه. بس في مع لايتنينج هو اتسك اللي هون راح العب انا هذا هون قبل ما الانفيرنو يمسك الجوبلين كيج. اعوذ بالله من هيك لعب غبي، لعب معرس برو. راح البرج. لا 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 كيف فكرته مات فكرت الميني بيكا ضربه بس بطلع معاه فريز. هسا ليش انا القد قلان بالاكسير؟ صراحة ما بعرف. والفاكرة وصلت. عشان هيك ما راح العب الزابز. على فلانج مشين. اقدر اضرب بويزن اوكي. صحتكم هونز. مان كثير عم بشرب قهوة. ما هيك عم بحس بنعس. يمكن لانه معلم ما بتحرك كثير. يا. سو لعب بويزن لعب الفاكرة مع ميني بيكا زبيلو. مش عارف ليش ما ضغطت على السريع. في معاه ميني بيكا اسكت الارمي لان انا ناسيهم نسيا تاما. هسا راح العب هذا هنا السريع. اوكي سو لا اوكي. هسا في معه مين هذيك المعصة. راح العب هذا هنا حلو. طب هو اخذ البورد ماشي اخذ البورد اوكي ولا راح ياخذه ان شاء الله الا اذا لعب بويزن. اما اخليه ياخذه ما راح اخليه ياخذه. اوكي نفس اللعب من اليسار اربع يسار واثنين يمين. ما راح اعمل هنا اي شيء. اسهم هون على الفاير كراكر مع انه والله العليم لو مثل الاسهم ما راح ياخذه. يجي لك ما نشي. انا راح اضغط صراحه لعب والله. اوه لعب زارك بس في معه هو سكت الارض يا رب لعب هون. حلو فيكشن حلو كان اتوقع انه خسر. يا مع انه ما شاء الله الفير مسك الفلاين مشين والله لو انه لين ما راح يمسكها بس يجي الفلاين. بريدكشن واحد اخذنا فيه البوش تبعه which is nice. برضو لحد هسه التشكيلات اللي عم بلعب فيها ركيكه. اللي عم بلعبه ضدي فيها ركيكه بس يعني مبدا اللعب شايفين انتم كيف صح؟ على فكره الزابز كثير بتضايق الخصوم بصراحة. الكوس جدا سيئة مش عارف اذا يعني راح انزل الفيديو هذا ولا لا لانه صراحة الكوس بيض. راحوا رحالي راحوا رحالي راحوا خلص. طيب ابلع ابلع اوكي لعب لعب دلوك صح؟ لعب اربع بطاقات لحد هسه. هوج رايدر هي البطاقة الخامسة، لو انه كان معي هذا كان عملنا له بلوك، راح ياخذ ثلاث ضربات اقل شيء صح؟ يا اوكي هوج رايدر مينيونز ما عمل هنا شيء. هسه في معاه مينيونز رجع بايده، بس يمكن معاه ميجا نايت، انا بعرف المدلادر والله، صح في معاه فالكري في معاه ميجا نايت، افرجيك؟ افرجيك. هاي بريدكشن مينيونز بس في معاه ميجا نايت. يا سيدي فاير بول منت علي يا حول مع ان البريدكشن غلط لا تعملوا زي هيك انت انا احفظ سايكلو بس اوكي ما في داعي انا انت حافظ سايكلو يلا شوفوا اذا حفظت سايكلو وحفظت اكسيرو تعمل بريدكشنات اوكي ما معنا قناه في معاه بيكا. هسا شوفوا طلعت الفاير بول من ايده بدك تضايق امه زابيز انا الاسم غلط انا بعرف انا اسف لانه اسهل اسهم للمينيونز كانوا بس ما انا طلعت له فيربول من ايده. اوكي نحن ما صارت لعب. ليش هذول يا ليش ما اوكي راح اقتل له هذا ما اهم شيء. حلو البيك اب راح والهذا راح مع حديقه ما ضل شيء عنده. اوكي هذول ما راح ادافع عنهم يا لانه في مع كثير اعلى مني ما لعب. اوكي هسه شوفوا بما انه في مع فيربول اجرب والله ازتهم. اذا لعب نفس اللعب راح اغير لعبي حلو طير اوكي راح اغير لعبي هسه طير ذا لوج اوكي نايس. اذا لعبوا راح العب بالنص هذا مع انه اذا تلعبوا على الوجه للهوك رايدر عادي. اوكي راح العب هنا فلاينج ماشين وابني هجمه يمين خلي معي حق الفير بول الماجيك ارشر مش لهاي. حلو متى راح يلعبها
اتوقع الفاير بول غلط بسرعه. اوكي نايس طلعت من ايده فاير بول على السريع رويال هوجز راح يدو هذا يدافع كمان العب هون فلاينج مشين دخلنا الدمج هائل على المكان. لا او ماي جاد كنت حلق نقط اتوقع هذا صار 49 صح 49 هي بتاخذ اوكي ريجو الكتريك فاستغل شفتوا كيف فاير بول اول ما طلع من ايده معلم لقطنا راح البرج تبعه واخر جيم راح نلعبه ان شاء الله بهاي الكوس الغبيه. اتمنى يكون الفيديو حلو ما تكون قرفانين من اللعب هذا يا اخي جد قديش انت كوسكو مع انه بعرف انه في ناس كوسة عاليه تلعب بتتابعني لانه اتوقع انه لقط فيه لانه نزلت لتحت طلع كيف هسه ضربه ضربتين ثلاث لا لعبت صح اوكي نايس راح العب زابز ورا بس هوك رايدر مع بيبي دراجون هيجي لعبي حلو بعرف ان في ناس لعيبه بتتابعني قول لي ليش لانه بس اعمل بطوله على البث المباشر بتقلب حرب كل واحد على شرفه بيلعب تاخرنا بال يلا عادي لعب بطاقه بلاختين ثلاثه اربعه هو بعد مش راجع لايده والعب رويال هوك شويه معه ميجا نايت اكسكيوشنر اسمع هوك رايدر هو راح اخذ دمج مني عليه اوو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 و
ولا مش شرط، دقيقة دقيقة قبل ما تمسك بشوية هيك. اوه فلاج مشين خليك عايشة. اوكي مات بس هجمته راحت. حلو ما حق دوغ رايدر. اوكي يا فبس العب ضدكو مان منيح ما لعبت على برنسس. يا ما تستعجل حلو. انا اصلا ما في داعي العب على برنسس، اضيع هذا كثير عليها. حلو ليش؟ لما في البرولر حتى لو لعب بيبي دراجون. شوفي ما هو ما معه حق بيبي دراجون او ما بيبي دراجون بس بشرح فيديو يعني. طيب شو صار يلعب؟ ما صار صراحه نسيت سايكل في مع بيكا هو بيبي دراجون هذا لو غبي هاي. فيا اتوقع في ناس لعيبة تتابعني ومستاء من اللعبة. ام سوري مان ام سوري فقدنا الجلد مرة قلت. طبعا هاي بالعنده والله انا تمسك برجي والله بالعنده لانه بدي اضلها رايح على البرج تبعك. طلع كيف؟ مسكت ال او ماي جاد هذا كنت ماسك ترى البكا هي كثير فادني بالحركة هاي لانه هسه او ماي جاد فادني اكثر مان. ون يم لا اخ اوكي ما بعرف كيف الرويال الكروس قرروا انهم يضربوه. اوكي مان مش لعبه صار والله بيبي دراجون ماسك البرج تبعي ماسك الهاي ليش تلعب بها صار. حلو اهم شيء انه في جاي هجمه هالسنه دافع بس لان هسه تقعد تعمل بريدكشنات بتقرفني واقرفه هسه. هذا هون بسرعه طبعا راح بعد انه في معي صار عشان هيك بس ماشي. هذا هنا هذا بتشعر اذا ساعمل كريشينات واقف على السريع. طبعا بالمناسبه البيكا حاول حط الريجر كروس اللي ورا البيكا مش على البيكا نفسه لانه بتقتلهم بعدين هو بضل لحاله بطيء البيكا. اما اذا بدك تصيد البيكا اول واحد ياخذنا من اخر الجيم اذا تبلش بالبيكا وترك اللي وراها يكونوا عملوا كل الشغل والبيكا ضلوا عايش فمصيبه. فلا انت بتخلي البيكا تنزل او اي شيء مثلا لما يلعب سباركي وقدامه جوبلين جاينت خليه يمشي لقدام وزتهم على السباركي. حلو سو رايل كروس من ورا هذا اتوقع بيكا بريدج سبام مش شرط نقبيت هيك. تشكيله غريبه انه في معها اسهم فلحد هسه مش عارف شو قبل على هو ما بعرف شو بدها. اوكي على هذا أمس. اوكي هذا المفروض يمسكوا الانفيرنو ولا واحد مسك الانفيرنو يعطيك العافيه. كيف هيك اللعب مش فاهم انا كيف بلعب هذا مش فاهم كيف هيك بلعب. اوكي لا اله الا الله
خذ نفس معك، خذ نفس والله لما تلعب خذ نفس والله، انت لازم تاخذ نفس بعدين العب. اما كل اربع كشير ما مش لعبها. طيب في معاه باندت او مينيون صحيح هذا عصار، لا مو صحيح عصار اوكي، دائما بس يكون هيك خاص نص الباندت. اذا شفت الباندت تبعتك مسكت برجه اعرف انه راح يلعب لك عصار عليها. في معاه مينيونز مش عامل بريدكشن صراحه لانه شكلها غريبه. لا قلت لكم ما راح اعمل بريدكشن مان شكلها غريبه. طيب هسه في معاه بيكا، بيكا اتوقع هسه منيح لانه في معاه اسهم للمينيونز والانفير ما راح يعمل شيء لانه في زابز. اول ما يلعب المينيونز اوكي صار برجي اوكي، اتوقع لازم لعبت اوكي مش شرط والله بعد هنا يا صار مش لعبة مش عارف العب معهم. هذا راح العب من ورا اوكي هيك ابدا هجمة براحتي حلو ماشي. راح تقلنا صراحة حتى ما الاقي فرصة مناسبة اطلع وجهه فاهمين كيف؟ هاي فيها دبل لين بوش عشان ارخ ما يفيده. هاي هنا حلو جاب صار شغالة زابز اوه الزابز. طيب مرة ثانية مرة يا بعد بداية ما انا ببدا تهجم جديدة طلع بحط الجسر مع اللعبة غريبة اللعبة غريبة صار اقرب من جيجن قبل من وبنان صراحة شوفوا يا اول مرة راح العب هاي الكويس ما مش لعبة المفروض انا افرجيك لعب لما تلعب قدام ناس لعيبة ناس بتهطرش بتهطرش شو ما تكون حمار لعب راح تفوز عليه. بقول لك هيك اذا ما بتقدرش تلعب ما انت بتخبص تخبيص مان. كمل ريبلز هذا كان فيديو تبعنا اليوم، اتمنى تكونوا استمتعتوا فيهم. تشكيله قدامكم مش داعي فيها ناروتا مش شرط حلو. شكرا ل اويس الشلفودي اللي اقترحوا لهي التشكيله سو يا